حيث يستمر مسلسل حرائق حقول الحنطة في عموم المحافظات العراقية، نذهب الآن إلى ناحية بعشيقة بسهل نينوى والتي التهمت النيران فيها مزارع قرية الدراويش. هناك هب المواطنون في محاولة ذاتية منهم من أجل إطفاء الحرائق، ولكن دون جدوى بسبب حجمها الكبير واتساعها المستمر، الأمر الذي أدى إلى وفاة أحد الشباب ويدعى علي موسى محمد، مات حرقا. يا رب سترك. يلاوة بقاش من هذاك؟ يا رب ستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الناس ما حد ما بقدر يخمد الحريق مع الأسف. يلا حمود، يلا حمود، حمود أورما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله وكل من حسن.